كوننا احنا هلا مرحله مهمه بحياتنا، دائما التفكير بيكون لناحيه الطب، صيدله وغيره من المجالات. بس بعد ما اخذت هاي الدوره صار عندي تفكير انه ممكن ادخل برمجه وادخل تخصص مو الكل عارفه حتى ابدع فيه. اهلا وسهلا بكم في حفل تكريم الفرق المدرسيه الفائزه في مسابقه تحدي التطبيقات الالكترونيه في دورتي السادسه والسابعه. لقد واجهتنا بعض التحديات في بادئ الأمر في كيفية خلق التوازن مثلاً بين دراستنا كطلبة ثانوية عامة وبين تطويرنا للتطبيق الإلكتروني. أكيد مثل أي جروب إحنا واجهنا كثير صعوبات. أول صعوبة كانت هي فكرة الجيم. بلشنا نشتغل على اللعبة، نشتغل كثير لدرجة إنه كنا نتأخر عن الدوام عشان نلحق نخلص اللعبة تاعتنا. إحنا غبنا تقريباً سنة، كان ضغط كبير بالنسبة إنه أنا كودينج وصحباتي ديزاين وغيره، فكان لازم تركيز عالي حتى نحصد نتائج. بعد كل هالتعب نحن جبنا الأول، فيعني كان بيستحق هذا الإشي إنه تعبنا عليه. يعني هاي أول مسابقة بفوز فيها بحياتي. لقد كانت المسابقة بمثابة نقلة نوعية، مهدت لنا الطريق نحو الإبداع والتميز والاعتماد على الذات. لذلك اجعلوا نهاية هذه الفترة بداية لإبداع جديد يجعل منكم فخرا للوطن بما تمتلكوه من معارف واكتسبتموه من مهارات. ممكن انه اواصل واخذ دورات اكثر حتى اسس حالي اكثر مع الاب تشالنج. انا افكر ادرس برمجه العاب لانه حبيت هذا الشغل كثير ومش شيء بتعب، بس انه حلو يعني وبساوي الشيء اللي انا ببدع فيه. وممكن اسس مشروع في المستقبل، ممكن استهدف فئات ثانيه من المجتمع ويكون الجيم تبعي هدف وطموح. واكيد انا دائما هدفي انساني قبل ما يكون هدفي اني اربح.